مساء الخير وحلقة جديدة في دائرة الضوء على النهار اليوم. النهاردة في الجزء الثاني من الحلقة هيكون ضيف حضراتكم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ نبيل عمر لنتناقش سويا فيما يجب أن يكون، يعني عشان احنا ساعات بننشغل بتفاصيل صغيرة عن حاجة حصلت امبارح، احنا عايزين نتكلم على ما يجب أن يكون من اللحظة دي لبكرة وبعد بكرة. ايه دورنا كشعب؟ ايه دورنا كإعلام؟ ايه دورنا كدولة؟ ويمكن الرئيس النهاردة شفى غليل ناس كتير جدا عندما تحدث على فكرة القوانين، وهذا الكلام كان يمكن مطلب مطروح امبارح في كل القنوات من كل الضيوف اللي دخلوا مشاركات في القنوات، ويمكن ده قلناه امبارح في البرنامج، ان مش ممكن ان انا احاكم واحد ارهابي بقانون بتاع واحد جنائي. مش ممكن واحد جنائي، واحد قتل واحد في خناقه، واحد ده موضوع وليه سلسله اجراءات القانون، انما قانون ما فيهوش بالنسبه للارهاب، ما حدش يقول لي اصل قانون فلان بيجيش كذا ما بيجيش، ده هو يعني العداله يدها مغلوله الحقيقه بسبب هذه القوانين. والنهارده احنا عندنا كان قانون مكافحه الارهاب، ويعني ده موجود وده اللي هيحل مشاكل هذا الموضوع ومواضيع اخرى هتكون موضوع حلقه الحلقه النهارده مع الاستاذ نبيل عمر. النهارده مصر ودعت في جنازه يعني مهيبه فعلا وكانت مؤثره جدا، المستشار هشام بركات شهيد مصر وشهيد احد شهداء مصر الذين يتساقطون في سبيل ان يبقى هذا البلد وان ينهض هذا البلد حيث الامر. وطبعا احنا واضح ان الرساله بتاعه جماعه الارهاب القتله هي الرساله كلها انك انت النائب العام محامي الشعب، وزي الرئيس موصف وقال ده صوت مصر. النهارده هم لما يختاروا صوت مصر النهارده بيختاروا مصر، هم مش فاهمين الله في سماه ما هيقدروا يحط رجليهم في مصر الا لو كانوا يقدروا يموتوا 90 مليون مصري، هي دي الحقيقه الوحيده، غير كده مش هيقدروا يعملوا اي حاجه. الجنازه النهارده تقدمها الرئيس النهارده وكبار رجال الدوله واسره الشهيد، و في كل الاحوال الارهاب هو ده الارهاب. الارهاب معركته بتبقى طويله، وكسر اراده الارهاب بتاتي باول حاجه بان احنا النهارده ان احنا ننهض كلنا عشان نكون كلنا عيون النهارده بتحمي مصر، ويبقى كل واحد مننا واحد من امن مصر القومي، كل واحد مننا هو بيشكل جزء من امن مصر القومي. عايزين المساله بقت صعبه. طبعا يمكن الشعب معذور لان ما فيش حد اعطى للشعب الاحساس ان احنا في حرب حقيقه الامر. الاعلام وحاجات كتيره جدا خلت الانظار كلها متجهه لحاجات تانية وما فيش، انما يجب ان يبقى الارهاب او قضيه الارهاب هو هذه الحرب، يجب ان تبقى هذه الحرب. هو انا مش عايز اتكلم اقول الارهاب، انا عايز اقول النهارده عشان خاطر نعيد لهذا البلد الامن والامان اللي هو فيه، الامان بتاع المصريين، مصر هي مصر الامان، واحه الامان. منين؟ من ايام رحله العائله المقدسه، من ايام السيد المسيح عليه السلام لما سيدنا جبريل نزل على السيده مريم وقال لهم روحوا على مصر، لان كان ساعتها بيتامروا عشان قتل السيد المسيح وهو في البدايه. جات الرحله المقدسه اللي هي دي مصر الامان، مش هيجي شويه ارهابيين وجماعه كلها ضل حقيقه الامر ممكن ان يفركشوا هذا الموضوع، بس هذا الامان عشان تكتمل دوائره لنا دور احنا كشعب ولنا دور بقى كلنا كل في مجاله له دور حقيقه الامر. النهارده الرئيس قال النهارده بعد تشييع الجنازه قال سيتم تطبيق القانون واحكام القضاء على كل متهم. الرئيس خاطب رجال العداله قال لهم سيتم رفع كل القيود التي يمكن ان تكون مبرره لعرقله العداله. احنا عندنا يعني احنا وفقا للقانون الجنائي لو النهارده الدفاع متقدم النهارده، اي دفاع متقدم النهارده بقائمه شهود، هو واحد مش شهود ما جاش، هنستنى بقى اما نشوفه فين ولا ندور عليه ولا نعمله، واذا مشيت القضيه من غير الشاهده ممكن يبقى هناك في بطلان لهذا، حاجات غريبه جدا. وهو ده الامر، واحد زي حبره سنتين وهو قاتل عيني عينك وكان يجب ان يعدم من سنتين لغايه دلوقتي، وبعدين جت محكمه النقض، ومحكمه النقض ما بتنقضش ما بتتكلمش في الحاجه، هي بتنقض رد قرار المحكمه، ممكن يبقى اي ثغره صغيره في القرارات بتاعت المحكمه تنقضها زي شاهد كده او اي حاجه، هو ده الموضوع. الرئيس قال العالم باثر طبعا احنا بنشوف ردود الفعل العالم كله الحقيقه، كان رد فعل عند العالم، انتفض العالم كله ابتدى يحسه. طبعا انا ما بصدقش الحكومات الغربيه وامريكا تحديدا لما بيتكلموا، لانه انت امريكا تتكلم ازاي على الارهاب وتقول ان احنا معكم وان احنا بندين، تدينوا ايه؟ ما هم دول رجالكم.
المهم النهارده السلطات الامنيه بتسابق الزمن الحقيقه عشان خاطر تكشف عن، والنهارده مسكوا واحد من بتاع المقاومه الشعبيه اللي الجماعه الارهابيه بتقول ان عملوها. الرئيس كان حريص خلال الجنازه ان تقف يعني يبقى اسره فقيدنا الغالي تبقى موجوده. الرئيس وهو ماشيين في الجنازه لمح ابن المستشار هشام بركات في الصف الثاني، جابوا جنبه في الصف الاول، يعني كان في لفتات الانسانيه في مثل هذه الامور. الرئيس قال سننفذ احكام القضاء دلوقتي قبل بكره، ويؤكد ان العداله مغلوله بقانون، وقال للقضاء دم الشهيد في رقبنا جميعا ونطالب بتعديل القانون ولسنا مهزوزين او مرعوشين. نقدر نشوف جزء من كلمه الرئيس في بعد الجنازه. ايد العداله مغلوله بالقوانين، ايد العداله الناجزه مغلوله بالقوانين، واحنا مش هنستنى على ده، احنا مش هنستنى على ده، احنا هنعدل القوانين اللي تخلينا ننفذ القانون والعدالة في اسرع وقت ممكن. هننفذ العدالة في اسرع وقت ممكن، خلال ايام تتعرض القوانين، قوانين الاجراءات الجنائية المظبوطة اللي تجابه التطور اللي حاصل اللي احنا بنقابله. احنا بنقابل ارهاب، يبقى في قوانين تجابه ده، يبقى في محاكم تجابه ده. احنا مش هنقعد 5 سنين و10 سنين نحاكم الناس اللي بتقتلنا، هم بيصدروا الامر في وهم في القفص وبيتنفذ الحكم، واحنا قاعدين بننفذ القانون، واحنا هنحترم القانون، بس هنخلي القانون قانون يجابه ده. وده الامر ده مع السلطة القضائية. الرئيس طبعا لو تلاحظوا حضرتك في الكلمتين قال النهاردة القانون اللي هو القوانين اللي بتنفذ ده ما هيش قوانين استثنائية، إنما دي قوانين اللي بتواجه الإرهاب. صعب جدا أن نطبق على الإنسان الطبيعي اللي هو الذي خرج على القانون، إنسان الطبيعي أطبق عليه نفس بطبق عليه قانون، أخذ هذا القانون أطبقه على إرهابي، ده صعب. في كل العالم عندهم قوانين إرهاب. الرئيس أشار كمان في 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 كلمته المحاكم، ولابد أن تكون هناك محاكم خاصة لهذا الموضوع، محاكم للإرهاب. إنما فعلا مش ممكن يكون إحنا قاعدين هم في القفص بيصدروا الأحكام وتتم العمليات واحنا مستنيين القانون، وحبارة اللي قاتل كام واحد من جنودنا او شارك في قتل كام واحد من جنودنا قاعد لسه النهارده في اطار القانون. النهارده لما 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 اجي اظبط واحد النهارده في شقه، النهارده عامل شقته مصنع عشان يعمل فيها قنابل يموت بقى المصريين، وامشي في الاجراءات بقى ويروح النيابه، والنيابه دي 15 يوم ونبتدي بقى الاجراءات ونبتدي الحكايات. انما ده لو على طول بالقانون بتاع الارهاب 1 2 3 يبقى في 10 ايام الموضوع، ما انت ممسوك اهو بالحكايه. لما يتعدم 2 3 وهم دول اعدامهم حلال واعدامهم حق، لان ده النهارده اللي عمالين يقتلوا في الناس ويفجروا في الناس والكلام ده، ده رحمه ربنا كانت كبيره جدا بمصر وبالمصريين. فقدنا شهيد غالي جدا المستشار هشام بركات، انما كان يمكن ان احنا نفقد عدد كبير من الشهداء. حضراتكم مش متخيلين التفريغ بتاع القناه، لما كل ما زادت كميه دي بتعمل تفريغ، بيعمل ايه؟ المشكله بيحصل ايه؟ فده كان ممكن يحصل من ستر ربنا ان الوقت كان مبكر في رمضان، مفيش حد كتير، ويبدو كان الموكب كان قافل الشارع فما كانش حد قريب. حاجات كتيره جدا من فضل ربنا، رحمه ربنا علينا. هم دلوقتي خلاص بيحاربوا شعب، هم بيحاربوا شعب وبيقتلوا في شعب، لان هم دول لو كانوا النهارده تقدر تقول مبرر واحد ان دول مش بيحاربوا شعب وبيقتلوا في شعب، انك حاطط هذه الكميه من المتفجرات في شوارع في وسط مساكن في وسط الكلام ده كله، لا ده انتوا قتله وانتوا بتاع. فده النهارده ده الموضوع. وانا بعتقد انا بقول الرئيس شفى غليل المصريين كلهم النهارده بهذا الكلام. نامل ان الكلام ده يتطبق على طول، ونامل الكلام ده، لان ده هيحد، اللي هيتمسك وهيتعدم اي واحد تاني من اللي عاملين طرزانات او اللي بيقبضوا فلوس وبيدفعوهم يعملوا هذا الكلام هيفكر 100 مره. اللي عايز يعمل ارهابي ويعمل اتنطط هيفكر، لانه لو وقع. الرئيس قال برضه في كلمته قال النهارده لا يعني لن نأبه بالخارج ولا بالداخل. الخارج احنا عارفين يقول لك حكام الاعدام، وكل نبي وكل واحد يخليه في نفسه، كل واحد يخليه في نفسه. انتوا كلكم رعاه رسميين للارهاب، كل الغرب رعاه رسميين للاخوان. هو النهارده المانيا وانجلترا هم دول مش الحاضن الرسمي للاخوان الارهابيين،
بتكلموا في امريكا مش هي اللي عامله الشغلانه دي كلها، هم دول كلهم رجالتها ومشغلين الناس بتوعهم بقى قطر على تركيا على كل اللي شغالين دول. في كل الاحوال يعني عايز اقول لحضراتكم مش هيقدروا لا يسرقوا فرحتنا ولا هيقدروا يعني يموتوا الحياه. صعب مستحيل ان بشر يقدروا يوقفوا الحياه ولا عجله الحياه ولا يقدروا يعملوا مهما عملوا من عمليات، العمليات دي في سبيلها الى الزوال، مهما عملوا مش هيوقفوا الحياه ولا هيوقفوا عجله الزمن ولا هيوقفوا اي حاجه ولا هيسرقوا فرحتنا. كان المفروض ان احنا بنحتفل النهارده بثوره 30 يونيو، وكان المفروض بالنسبه احنا كبرنامج كنا احنا عاملين حلقات بمناسبه العشر من رمضان، ان شاء الله الحلقات دي من بكره هنكملها تاني، الحلقات النماذج الايجابيه المشرفه ان احنا ده ما يجب ان نعرضه، ان هم بيحاولوا يسرقوا كل حاجه، بيحاولوا دايما انهم يحطونا في حاجات دي، نخلي بالنا من ده. محدش هيسرق فرحتنا، و30 يونيو بصرف النظر عن اي حاجه وعلى هم اللي بيتصوروه، 30 يونيو دي كانت ثوره عظيمه جدا جدا جدا، اكبر تجمع بشري يمكن ان تشهده دوله في العالم حدث، وخرج دموع المصريين عشان اسقاط هذا النظام الفاشي، هذا النظام القاتل، هذا النظام اللي المصريين فوجئوا كلهم حتى من كانوا يؤيدوا ويتعاطفوا معهم باعتبارهم دول ناس طيبين وكلام ده كلهم اكتشفوا هذا الكلام واكتشفوا هذا الموضوع. الملايين خرجوا في الشوارع، كان في المشهد الاخير 30 يونيو حاجه مش هتتنسي النهارده. تعالوا نشوف التقرير ده اللي كتبه الاستاذ رشدي الدقن واعداد الاستاذه مهنور سعيد ومونتاج سامح عبد النبي. تعالوا نشوف التقرير عن 30 يونيو ونرجع تاني لحضراتكم. هي دي 30 يونيو اللي بينكروها، دي 30 يونيو يا الاستاذ فهمي هويدي بينكرها وغيره وغيره وغيره، دي 30 يونيو اللي خطر بتنكرها، دي 30 يونيو ملايين الشعب دي ولا كانهم شافوها ولا كان حصل ده ولا كان ملايين المصريين نزلوا، وملايين المصريين اللي نزلوا دولت هم دول ده لا هم ملايين المصريين، هم الشرعيه مش اي حاجه ثانيه، الشرعيه هم اللي نزلوا وشالوا هذا الحكم. دي كانت اراده ربنا لينزع الملك، نزعوا من الاخوان وكان على الارض الملايين دي اللي نزلت عشان تعمل هذا الكلام. الرئيس وقت ان كان وزيرا للدفاع وهو بيتكلم بيقول انا بطلب من الشعب انه ينزل يوم الجمعه علشان يعطيني او يامرني ان احنا بمواجهه ارهاب محتمل او عنف وارهاب محتمل، كان قاريين الموضوع من بدري قوي والحكايه معروفه. لما نيجي نتكلم وبعدين مع ذلك بعد كل الملايين دي يقول لك انقلاب، خلاص انت عايزين تقول اللي عايزين تقولوه قولوه، دي الشرعيه، ده الشعب المصري، هم دول الشعب الشرعيه. كان المفروض ان احنا كنا بنحتفل النهارده بهذه المناسبه اللي هي 30 يونيو، انما هم دايما بيحاولوا يسرقوا فرحتنا، هم دايما بيحاولوا، دول اعداء الحياه، دول ما يعرفوش الا الدم والقتل، انما مش هيوقفوا ده، هيسقط شهداء، واللي بيسقط شهيد كل واحد في الاخر يعني كل واحد بعمره بالظبط، يعني كل واحد بيموت في الوقت بتاعه بيسقط شهيد بقى، بيسقط في بيته، بيسقط في اي حته. بنحزن على فراق شهدائنا واخرهم المستشار هشام بركات، انما لا يعني خلاص الحياه مستمره وهتستمر والبلد هتستمر عشان مصر ان شاء الله تقوم وتصلب عودها، وهتقوم ان شاء الله. هم كانوا بيحاولوا يسرقوا الكلام ده كله. ليه بقى ملاحظات؟ احنا كنا حريصين في او كان في حرص في ان احنا نستعرض حاجات من هناك ليه الناس خرجت. طبعا من ضمن الحاجات الكلام هو بيقول الامر ونقيضه، يعني هو قال اقسم بالله ان احمي مصالح هذا الشعب واحترم الدستور، طلع اعلان دستوري نسف كل حاجه بالدساتير اللي في الدنيا. كذب. اتكلموا الاجتماع بتاع الاتحاديه اللي هو انا رايي كان ده حاجه زي افلام اسماعيل ياسين، يعني لما العدين ايمن نور اللي هو هربان في لبنان دلوقتي اللي بيتكلم وبيتكلم بقى في السياسه وبيتكلم السودان مش عارف في ايه وهنضرب بطيران ايه ونخش ازاي. اتكلم الكلام ده كله وده بيزعق الهوا. انا مش عارف المسخره دي كان المقصود بها ايه، وهل هم يعني هل الدرجه دي الناس دي يعني عبيطه مثلا مش فاهمه اجتماع زي ده وبيكلموا اي كلام فارغ فيه، لان اللي قاعدين كلهم بلاش اللي قاعدين يعني ما ينفعش الواحد يقول دول ودول بقى دول مجلس الحرب بتاع الرئيس، فكان لازم يتاخد حاجه من خطاباته وبيتكلم يقول لك القضاء ومش عارف ايه وبعدين يطلع في اخر خطاب ليه يتهم قاضي بالاسم في سابقه لم تحدث في تاريخ مصر المحروسه، ووزير العدل اللي كان موجود اللي هم جايبينه لم ينطق ولم يحاول ان يعترض في هذا الموضوع او يعمل اي حاجه. دي كان الخطاب. الشعب ما طلعش من فراغ، الشعب شاف الممارسات وشاف اخوانه الدوله وشاف الطريقه وشاف الامور اللي بتحدث، والشعب هو في الاول وفي الاخر هو الحاكم، الشعب هو السيد، الشعب طلع وقال كلمته وشالهم في 30 يونيو.
وبالمناسبة كان بيكلم هو الرئيس الأسبق الدكتور مرسي، بيكلم اللي طالع امبارح بيعمل كده في القفص، يعني هنذبحكم، هتذبحنا، هو انتوا هتحكموني هتذبحونا؟ ماشي. بيتكلم على كهربا. عايز بس بالمناسبه بس يعني الموضوع خارج عن سياق الكلام اللي احنا فيه، ما حدش ملاحظ يعني النخبه بقى واخواننا اللي بيتكلموا دايما وبيعملوا، ما حدش لاحظ ان الحمد لله وبفضل ربنا سبحانه وتعالى ان بصوره او باخرى تم في احتواء للمشكله، والنهارده المنتج بتاعنا من كهربا في الميجا وات اكتر من الاستهلاك، والحمد لله الامور ماشيه كويسه رغم كل الظروف بتقول كنا عشان نصلح ده هنقعد كتير جدا. ما حدش بيفتكر ده ويقول لك اصل اتعمل لنا ايه. اللي بيطلع اللي بيكلمه الفنان اللي كان طالع بيقول لما اذا كان السيسي مش قادر يعمل حاجه يمشي، يا اخي مشيت عليك ركبك يا اخي، يمشي فين؟ هو انت اللي هتمشي اراده الملايين ديت؟ ما حدش خد باله من حكايه الكهربا دي؟ ما حدش خد باله مصر اتحطت على الخريطه ازاي؟ احنا كنا اتنسينا في حتت كتيره، افريقيا كلها مقطعانه والدنيا كلها مقطعانه والكلام ده، ما حدش خد باله ان مصر رجعت مكانها ومكانتها في خلال الفتره الوليسه اللي فاتت دي؟ ما حدش خد باله التحرك؟ ما حدش خد باله المشروع؟ هذا الرجل لما طلع واعلن في 5 اغسطس السنه اللي فاتت وقال سنه كامله يعني يبقى 5 اغسطس او 6 اغسطس هتفتتح القناه، وان شاء الله وباذن الله هتفتتح، وعلينا ان نتوقع انهم يحاولوا يفسدوا ده، يا رب يعني يجعل كيدهم في نحرهم، يعني يا رب ما تمكنوا، انما كل ما هتيجي تعمل حاجه عايزين يسرقوا فرحتنا، ما حدش هيقدر يسرق فرحه الشعب المصري. وبالمناسبه النهارده كان في مظاهره طلعت في عين شمس 300 واحد 350 واحد من الاخوان، عارفين ايه اللي حصل؟ يعني في اول رد فعل للشعب بقى طلعوا الشعب كسروا عظمهم، كسروا عظمهم بمعنى بكل ما تحمله الكلمه بمعنى، وعملوا يفط كده حطوه على البيوت الاخوان معروفه ممنوع خروج الاخوان خلاص، هو ده مش هتشيله اللي بالطريقه دي، عندما يفيق الشعب بقى ويفيق لهؤلاء الفئه تمام، يعني ده اللي حصل. والنهارده في الجنازه ولد صغير او شاب او كبير بتاع ده، يمكن عندنا الصوره دي او الفيديو ده، طلع عمل برضه بعلامه مش عارف ايه ويسقط حكم الايه، برضه الناس اللي واقفين كسروا عظمه. عندك الصوره ديت يا سالي؟ هو انتوا بتحضروها بتجيبوها من حته يعني مثلا؟ فده كان بس على 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 مناسبه الحاجات، كان لازم نقول في التقرير نجيب الخطابات الصح والكلام، وطبعا جايبين صوره كان فاكرين الكارثه اللي اعلن فيها الحرب على سوريا وقطع العلاقات مع سوريا لما كان جايب الجماعه بقى والناس اللي عاملين علامات خضر بتوع حزب الله والحاجات دي كلها في الصاله الصغيره بتاعت الاستاد. وطبعا فاكرين لما احتفلوا ب 6 اكتوبر جاب قتله السادات وجاب كل الارهابيين دول، ما دعاش واحد من القوات المسلحه في وركب عربيه وبيلف وبيسقفوا له العشيره اللي هم بيجيبهم اللي بيجيبوا من المحافظات اللي هم حوالي بنتكلم في 45 50000 هم دولت اللي بيجيبوهم من كل محافظات مصر باتوبيسات، هم دول اللي بيجيبوهم من هنا يعملوا هنا وبيعملوا هنا وبيحركوهم هنا، انما ما يقدرش في اي وقت يبدا يتواجد لان هم عدد قليل، هم برضه في الاستاد وبيمر انا مش عارف بمناسبه ايه، يعني انت عمل ايه في حرب اكتوبر؟ مش عارف الحقيقه، ربما يكون هناك دور للاخوان في حرب اكتوبر واحنا مش عارفين، ربما الدكتور مرسي انك راكب العربيه اللي ركبها السادات وماشي بيحيي الجماهير في حرب في مناسبه حرب اكتوبر وحاطط جنبه من قتلوا السادات بطل هذا بطل هذه الحرب حرب اكتوبر، يعني كان لازم الناس تطلع وكان لازم، بس طلعت الناس ملايين الشعب طلعت وقالت كلمتها، وده مساله يبقى احنا عارفين انها مش الحكايه مش 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 ما كانتش الناس مش الشعب المصري ممكن يبان كده انه مش واخد باله، ممكن قال لك على الكنبه واللي قاعدين على الكنبه ومش عارف ايه والحاجات دي كلها يقولوا اللي عايزين يقولوا، انما عندما عندما اراد الشعب طلع الشعب. بتقول ايه؟ وريني كده الصوره بتاع الافندي اللي كان عند الجامع بتاع المشير. هو دلوقتي هو كان واقف الناحيه الثانيه كان في موتوسيكل متنقيه، الناس راحت له بقى اللي هو بيشتم ويقول لك اسكت، يعني حتى لا موائمه ولا ذوق ولا ادب ولا اي حاجه ولا اي موضوع. والواد اللي كان مستنيه بالفيسبا جري ده، انتوا بقى هل انتوا هو انتوا اللي عايزينه؟ ولو عايزين الشعب كده يعني انتوا عايزين الشعب يعمل فيكم كده؟ هل المساله كده؟ ده بقى انا في رايي ان ده لا يا اخوان ده قابض فلوس يعمل الحكايه دي، اهو خد بالجزمه اهو ادي هو ده الوزن، هو ده الوزن اهو
يعني رايحين الجنازه والكلام ده كله، حتى الشرطه مش عارفه تخلصوا من ايديهم، من ايدين الناس. الناس اللي راحت تودع المستشار هشام بركات وقفت، سمعت الافندي ده بيشتم وبيعمل الكلام ده كله. شيء يعني ده بقى ده ردع الارهاب، هيكون بده ردع الارهاب بده، عشان كل واحد. انا في رايي ان ده واخد قرشين، خد 1000 جنيه ولا 2000 جنيه عشان يعمل له البقين دولت ويتصور ويطلع في قناه الجزيره. طب قناه الجزيره بقى لو جدع طلعوا لنا بقى وهو بياخد بالجزمة على دماغه. يعني انت هو ده، انتوا بقى ده حصل اللي في المطريه، نفس الحكايه حصلت بس كان مع المزاره كلها. ده بقى انا نفسي كان في التحقيقات يشوفوا لما يحققوا معاه يشوفوا ده ايه حكايته. هتلاقيه بقى من الفلوس سلاح الفلوس. يلا يا سيدي، النهارده الرئيس السيسي النهارده تلقى اتصال تليفوني من خادم الحرمين سلمان بن عبد العزيز. العائل السعودي اعرب خلال الاتصال عن تعزيل الرئيس وللشعب المصري في استشهاد النائب العام المستشار هشام بركات. السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسه قال ان الملك السعوديه اكد رفض المملكه ونبذها لكافه اشكال الارهاب والتطرف، مؤكدا على خصوصيه العلاقات التي مع مصر والمملكه، واعرب عن مسانده بلاده بقوه لكافه الجهود المصريه المبذوله لمكافحه الارهاب. بدور اعرب الرئيس عن شكره وتقدير الموقف في المملكه السعوديه قياده وشعبا. الرئيس اكد على اهميه التكاتف، ودي نقطه مهمه جدا، ونخلي بالنا. افتكروا حضراتكم الفتره الجايه دي هيبقى محاولات الفرتنه اللي بين مصر والسعوديه، ومحاولات الوقيعه بين مصر والسعوديه، محاولات الوقيعه بين مصر والامارات، محاولات الوقيعه بين مصر والكويت، بين مصر والبحرين. ده هيبقى شغالين الجزء الثاني. هنخلي بالنا جمعيات حقوق الانسان دلوقتي مش هتتكلم عن حقوق الانسان في اليومين دول، انما هتتكلم هي عماله دلوقتي بتمول حملات معينه لاجل استثاره غضب اهالينا البسطاء. لما يجي حد يتكلم، طب ما النهارده تعالوا جماعه الخير شوفوا ايه اللي بيتعمل، وبالقياس للظروف اللي احنا فيها، وبالقياس لميزانيه فيها عجز هائل جدا، وبالقياس لحاجات كتيره جدا. انت امتى تقدر تقول تحاكم وتتكلم وتقول الفقراء والبسطاء والكلام ده كله؟ انت عايز في سنه نقدر نحل مشاكل ما تحلتش في سنين طويله جدا بالعقل كده، واي واحد عارف الحقيقه ديت. انما المزايده، انما هو ده جماعات حقوق الانسان، لان دي التعليمه اللي جايه من بره. خلي بالك حضراتكم الحكايه ديت، هتلاقوها بقى في الصحافه، هتلاقوها في الصحافه كده اخبار ليس لها معنى. عيل وقع في بلاعه يقول لك اصل عشان اهاليه غلابه، ما البلاعه تبقى مفتوحه عشان غلابه. انتوا بتهدوا النفوس يعني؟ هي تهديد نفوس يعني ولا في مش فاهم ايه؟ هو في ايه؟ هو ده الحال اللي هيبقى جاي، والحال اللي جاي هيبقى فيه افتعال ازمات. وعايز اقول لشبابنا ويعني والناس اللي على الفيسبوك والكلام ده كله، هتلاقوا رسائل سعيده من اي حد من دوله عربيه بيشتم في حد تاني في دوله عربيه تانيه، شتيمه في اي حاجه باي مناسبه، بتاخدوا حاجه وشتيمه، فتبدا الحرب. اللي بدا الحكايه ديت لا هم البلد دي ولا من البلد دي، ربما بقى الصهاينه اللي واقفين بيتفرجوا، يا فرحتهم فينا، يا فرحه الصهاينه فينا. خلاص يا هو الدم شغال، دم مصر مصر شغال، والدور اللي بيعمله الاخوان والذين خرجوا الجماعات الارهابيه اللي خرجوا من 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 حبائتها، دور اسرائيل ما كانتش تقدر عليه ولا قعدت 100 سنه. اخطر حاجات انك انت بتعمل اقتتال داخلي، وهو دي النظريه الامريكيه او المؤامره الامريكيه او الهدف لما قال لك فوضى خلاقه، بس هي كانت خلاقه وصلت للدم الحقيقه. انت عايز افصل؟ عبر عام